مهرجان كرنفال بيلمون بودمون في دورته السابعة بتشيرة الجهادية لكي يعرف مشاركة كبيرة من جميع مناطق أكادير، بالإضافة إلى مشاركة العديد من الفرق خارج عملة إنزقان إيت ملول. إيمين تانوت وحدة من الفرق اللي شاركت في هاد الديفيلي، والعديد من الفرق الأخرى من مختلف المناطق. الفكرة هي مقتبسة من فيلم ديال Game of Thrones اللي هو فيلم معروف، يعني أن كان فيه واحد الملك اللي مات ورجع للحياة، رجع للحياة باش يحكم الشمال، وتناول هذه ملبس الجلود بعد ما كان أخذ جائزة أحسن بيلمون في منطقة أوريل لسنوات عدة. رجعت هذا العام هذا باش نقول لهم أن الملك مازال هنا ومازال ما مات. السلام عليكم، اسمي محمد مزوز من دقه دايره وري الحي الزاويه. واش راه في العذاب بزاف والله، اش ما تمناش. المهم حنا الفكره نقول لكم، قالتين مع الدراري كتفكر اش دير في العيد، وصاوي واحد الفكره انا والدراري، وانا نقول لهم يلا نديروها. شتا حتى الفكره شي 3 شهور قبل العيد، واش راه داق مهله بشحال تمن راه خيال والله. قال ما كتقول باقي، قال ما كدير حساب لهذا الشيء. جينا من مدينة إيمين تانوت، حي أفلان تلات، أي جمعية أفلان تلات، لنشارك في هذا المهرجان بيلمون بيدمون. هذه ثالث مشاركة كنتشاركونا، وعندنا باقي مشاركة في سلا وفاس. أنت ما زرت هاي تزرو ديما ذا هاي تزرو أر يوم الديني إن شاء الله يوند الخفاء. كوني انا كيستاهل حتى تقبلت كيتقبل حتى ادرسي السعر وزرو مدى الحياه ان شاء الله. جيج تنكوني لينا الشرف باش نتشارك تنكوني غير المهرجانات، ياك سنت ناوي تنكوني فيلم ونا غنتشارك ديت سن دغا داريت باين بلي تنكوني تعزاد راه تزوري تعزاد راه الثقافه كله ما يجن ما هو مورد الثقافي، ما هو ستايل مجالات ستايل امازيغ. تنكي نفس الفكره هو انه الدراري غيان ستيل ازريغيات الوقت تدق حيو باش مدلين التسعينات الثمانينات باش تلقى هذا سن دراري ميكاتين تنرس سميكاتين ذكريات تي غردين تغادى فرادي نغا حتى الجمعيه اللي نظم نهار تنشكر تنتات الشجالة شمل تاس الحجرة شكون اللي غادي نشاغو غراس خدمة ختيت شمل تاس الحجرة سامحة تا عمرة دابا نسخن نشراو ماري. السلام عليكم، معكم مريم من مدينة أكادير. هادي ثاني عام اللي نشارك في مهرجان تاع بيل مون بيد مون. صراحة شرفت العام اللي فات وعجبتني، وقلت علاش لا مابقاش نشارك، وكنتمنى الثقافة أنه مابقاش ينتقدوا بالنسبة للبنات يقول لك لا ما خاصهم يمشيو يلبسوا هاد اللباس ديال الدراري. بالعكس حنا خاصنا نطوروا منها كيف ما كانوا شحال هادي كيلبسوا لباس واحد، ومع المدة بدات كتطور حيت شفنا بالبنات تاهما ما يلبسوهاش وتولي الثقافة غادا وكتطور علاش لا. الاسم ديالي وليد، ساكن في القاطن في حي ايتوغراد. المهم بالنسبة للديفيلي اللي كاين اليوم، حنا فرحانين بزاف لأنه الديفيلي منذ 5 سنوات تقريبا هذه ما شفناش بسبب الجائحة، وصراحة حنا فرحانين بزاف الكون أنه الديفيلي رجع، والكون الجمعيات واقفين على أن هاد التراث ما تحاولش تمشي. وكنشكرهم بزاف، وكنشكروا الناس اللي منظمين الديفيلي صراحة تنظيم واعر بدون أغلاط، وكنشكرهم بزاف. من ناحية كنا نسكر ستيلان لي زومبي، لي زومبي راه تنسكر كنا 10 سنين نسكر لي ستيلان. قبل العيد درت سنت لي السجاد غاد كرنا شهرين السجاد اللباسي السجاد لي ديكور ثلاث السجاد لي ماكياج كليسات زراد كنا قايات ليكيب كل عمل سكر لي زومبيات. السلام عليكم، معكم غزال من مدينه الدار البيضاء. جينا باش نتفرجوا في الديفيلي ديال مدينه اكادير، عجبنا هذا الشيء. تبارك الله هادشي عندكم زوين بزاف، وغنبقاو ديما كل سنه نجيو نتفرجوا في الديفيلي. لا بالعكس بوجدوا شي حاجه زوينه، وهادشي التراث كان قديم وباقي لدابا بالعكس زوين بزاف. بصراحة أنا جيت من كازا باش نتفرج، قالوا لي كاين الفينار في التشيرة، والبارح شديت الكار باش نجي نتفرج. بصراحة عجبني هادشي بزاف بزاف، شكرا لكم، هادشي زوين زوين. عيد مبارك سعيد بالصحة والسلامة. كما كتشوفوا كنتواجدوا في أموغاي الشارع الرئيسي. اليوم الحد ان شاء الله كاين كارنفال ديفيلي بوجلود. كما كتشوفوا التنظيم، داروا الناس البارير، هرسوا البارير، نقزوا الناس واحد مورا واحد، عباد الله تيجمعوا ما كاين شيء، وهذا الشيء اللي عطى الله وشكرا. كاين الناس منظمين جا مزيان، ولكن في الاخر ترون هذا الشيء ما كاين لا نظام. ماشي بوجلود اللي خايب ولا الكارنفال، لا الناس
المعامله ديال الناس رونوا هذا الشيء دغيا. ميراجان ديال التيراد العام كان شويه في المستوى رغم ان النظام قليل شويه، ولكن كان مقارنه بالعيمه اللي فاتوا والسنوات اللي فاتوا كان زوين شويه كان بعد لوحات جديده اللي جات بحال الايمين تانوت وازرو، هذا تجمعوا فيه كاع الجهات ديال السوس هنايا.